بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس النهاردة هو أول دروس النصوص. نعلم جميعا أن النصوص متحررة، ولكن لا بد من تطبيق على ما درس في البلاغة من خلال النص. يعني أنا أعتبر النص ده تطبيق على إحنا إيه خدناه في البلاغة، سواء تشبيه استعارة والكلام ده. هذا لا يمنع أن إحنا ناخد فكرة عن الشاعر، يعني مثلا الشاعر هنا السبوعي ده يعتبر من اشهر الناس الذين ضرب بهم المثل في وفاء، وكان من سكان خير. طيب بيئه النص ممكن يجيب لنا حاجه للسموع، يقول لك بيئه النص ايه؟ دي الاسئله بقى اللي ممكن تيجي. تمام؟ تنفع مع اي نص، طالما قالها كلمه السموع يبقى بيئه النص بتاعته ايه؟ العصر الجاهلي اللي هو عصر ما قبل الاسلام ب 150 سنه. تمام كده؟ اتكلمنا عن البيئه، اتكلمنا عن الشاعر، حاجات السوا متعدده بقى. نيجي بقى بعض الثوابت اللي هتفيدني بقى ايه في البلاغه. على سبيل المثال قبل ما اقول النص هنحط خط عند كلمه اذا او من جد اذا. هتجيلنا ان نشوفها، تمام كده؟ الحاجات اللي هتشتغل معانا في كل النصوص. تمام؟ ان الكرامه. تمام؟ ده هتخلي الثلاثه دول اللي ممكن يتكرروا في اي ايه؟ في اي نص. طيب النص نفسه ايه؟ اسمه شباب تسامى للعلا وكهول. طيب مناسبه النص، مناسبة النص هنا إن الشاعر تقدم إلى خطبة فتاة، فردته هذه الفتاة إيه الحجة؟ الحجة إنه إيه؟ قلة عدد قبيلته. فيعتبر النص ده زي مرافعة كده، بيدافع فيها الشاعر عن نفسه. ولذلك هنا برضه بدأ القصيدة بحاجة مش البناء التقليدي للقصيدة الجاهلية، وده سؤال مهم جدا، أنا برضه باخد النص عشان تفهموا السؤال ده. ما الفرق بين السموءل في هذه القصيدة والبناء الطبيعي لأي قصيدة في العصر الجاهلي؟ أي عصر جاهلي كانت بتبدأ بإيه؟ بتبدأ بنقاع الأطلال، وصف الناقة، وصف المحبوبة، الغزل، وتختتم بإيه؟ بحكمة. هو لا، بدأ بإيه؟ بدأ بحكمة. إذا المرء لم يلتس من اللقمة عنده فكل رداء يرتديه جميل. تمام؟ يبقى إذا إيه الاختلاف ما بين السموءل في هذه القصيدة وبين شعراء العصر الجاهلي؟ فهمنا احنا اللي بناخد بقى النص ليه بقى؟ ده سؤال من ضمن الاسئله اهو. ايه الاختلاف؟ ان هو بدا بمين؟ بدا بحكمه. ارام ان القصيده الجاهليه بتبدا بايه؟ بالبكاء على الاطلال، ثم الغزل، ثم وصف الناقه، ثم المحبوبه، ثم تختم بمين؟ بحكمه. تمام يا شباب؟ وقلنا بيئه النص العصر ايه؟ الجاهلي. وقلنا خدنا تعريف عن الشعر، وقلنا برضو المقدمه بتاعت النص او المناسبه بتاع النص. طيب هنطبق على بعض الحاجات بقى الاساسيه بالنسبه للبلاغه مثلا. تمام؟ لون بياني، يجيب لنا ابيات والسموال يقول لك استخرج منها لون بياني، بعيد صرف النظر عن النص ده، يعني ايه لون بياني؟ زي ما قلنا في البلاغه استعاره، كنايه، تشبيه، مجاز، مرسل. طيب على سبيل المثال عايز من النص من البيت الاول ده لون بياني، طب نقرا البيت، اذا المرء لم يلتس من اللقمة عرضه فكل رداء يرتديه جميل. هنا في نوعين من اللون البياني في البيت الاول. هنا لم يلتس من اللقمة عرضه. معايا؟ شبه العرض بانه ثياب تدنس. كلمه تدنس دي يعني ايه؟ تتسخ. تمام؟ يبقى دي استعاره ايه؟ استعاره مكنيه. احنا قلنا قبل كده في الاستعاره ان دايما اللي فيها فعل او نداء او امر او نهي لغير العاقل يبقى استعاره مكنيه. يبقى دي استعاره ايه دي كده؟ استعاره مكنيه. تمام؟ كل نداء برضو اي كلمه خدناها في البلاغه برضو اي كلمه، ما احنا بنطبق الكلام اهو، اي كلمه لا مقصود ولا مرادف يبقى استعاره تصريحيه. هو هنا نداء المقصود بها ايه؟ هو الشعر هنا بيقول ايه؟ ان الانسان طالما لا يتسخ باي صفه قبيحه فاي صفه كده ايه؟ يتحلى بها اي صفه جميله، بيدافع عن نفسه بقى. تمام؟ فهنا نداء المقصود بها اي صفه جميله، والمرادف اللي هو الثياب، يبقى هنا المقصود بالمرادف، يبقى شبه كل صفه جميله بيه بالرداء، يبقى دي استعاره تصريحيه. يبقى التطبيق اللي احنا خدناه دي استعاره مكنيه ودي استعاره ايه؟ تصريحيه. وان هو انا حاطط خط عند اذا وما قلتش عليها، اذا دي في اي نص تدل على الثبوت والتحقيق. ان هو ده اسلوب شرط للتقرير، تمام كده؟ وان هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس الى حسن السلاسل. زمان احنا كنا بنقول حاجه لما اقول الراجل ده بيته مفتوح لكل الناس، كنت بقول تعبير يدل على ايه؟ على الكرم. تمام؟ طب هنا واحد وان هو لم يحمل على النفس ضيمها. برضه ركزوا كلمه ضيمه دي ممكن تيجي في اي نص من ضمن المرادفات اللي ممكن تستفيد منها، اللي هي الضيم اللي يعني الصلب. فواحد ما لا يحمل على النفس ضيمها، يعني ايه؟ بيحمل على نفسه الظلم او بيتحمل الظلم، يبقى انسان ضعيف ولا قوي؟ اكيد ضعيف.
يبقى ده كناية عن ايه؟ كناية عن بعض. يبقى هنا جاب نون بقى مختلف، خدنا الاستعارة مثال عليها اهو، وخدنا الاستعارة التصريحية س ص اهي، وخدنا الكناية اللي هو ايه؟ وان هو لم يحمل على النفس ايه ضيمها كناية عن الضعف، فليس الى حسن الثناء ايه؟ سبيل. طيب في علاقة، في سؤال غريب يجي لنا برضه في الامتحان برضه اللي هو ايه؟ يقول لك ما علاقة الشطر ده او الجملة دي بما قبلها؟ انت عندك في حاجة اسمها تعليل ونتيجة. زي ما اتفقنا انا بتعامل مع النص على انه تدريب على مين؟ على البلاغة. فليس الى حسن الثناء سبيل، هنا مش هيجي النص ده بالظبط. طيب هنا دي تعليل ولا نتيجة؟ انا بقول ذاكر نفسك ليه؟ لتحقق اعلى النجاح، دي تعليل. هنا بقول وان هو لم يحمل على النص ضيماء فليس الى حسن الثناء سبيل، هنا تعليل لا طبعا، دي نتيجة. واحد بيرضى على نفس الظلم يبقى لا ينتظر الشكر او الثناء من ايه؟ من احد. لكن لما قلت عيننا انا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليل. الشاطر يقول لي بقى دي تعليل ولا نتيجه؟ هو الشعر هنا طبعا عجبنا البيت ده قوي قوي قوي. ليه بقى؟ هي البيت ده يعتبر اللي عايزه من النص كله في البيت ده. انا قلت المناسبه بتاعت النص ايه؟ ان الشاعر تقدم الى خطبه فتاه وعائلته بمين؟ بقله عدد قبيلتهم. اهو تعيننا انا قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليل. طبعا في بعض الناس بتقول لك ان الكرام قليلين زي ما بيقول لك زي مثلا الزمالك زي مش عارف الكلام. لا طبعا معروفه ان الناس الاقوياء هم الكبار. يعني فقلت لها ان الكرام قليل، انا قاصد ان اقول كده عشان ارد على الجماعه الزملكاويه بس. تمام كده؟ تعيننا ان قليل عديدنا فقلت لها ان الكرام قليل. ده بقى ايه؟ كانت تعديل. وما قد من كانت بقاياه مثلنا شباب تسامى للعلا وكون. لو قعدت بقى اكمل مظاهر الجمال بالطريقه دي يبقى اول حاجه اقدر اطلع صوره بيانيه او محسن بديع. طب عايز اطلع بقى محسن بديع هنا في الابيات دي. معايا؟ محسن بديع اللي هو مثلا اطلع طباق، جناس. تمام كده؟ هنا لما اقول شباب وكلمه كون احنا خدنا ان في طباق. طباق نوعين، في ايجاب وفي سلب. الايجاب الكلمه وعكسها والسلب الكلمه وايه؟ ونفيها. يبقى انا شباب وادي كون. كون اللي ما فوق ال 50 يبقى اقول عليه كون. من 30 الى 50 اقول عليه ايه؟ كون. بعد ال 50 اقول عليه ايه؟ اللي هو الشيخوخه. يبقى شباب وادي كون بينهما هنا ايه؟ طباق. تمام؟ وما ضرنا الا قليل عديدنا وجارنا عزيز وجار الاكثرين زليل. طب عايز برضه جناس، الجناس يبقى كلمتين شبه بعض. جارنا ودي جاري فتبقى برضه ايه؟ جناس. يبقى انا دلوقتي طبقت في النص على حاجه اسمها لون بياني محسن بديعي او البيئه بتاعت النص. قلنا العصر ايه؟ العصر الجاهلي. ممكن يجي لنا سؤال تاني يقول ما سمات اسلوب الشاعر؟ اتكلم عن الالفاظ، الالفاظ هنا سهله ومعبره، والمعاني نفس الكلام، والتصوير واضح، والمحسنات البدعيه قليله، والالفاظ هنا فيها ايجاز. تمام؟ يعني ايجاز؟ كلمه لها معاني كثيره. طبعا عاطفه الشعر اللي هي الفخر والاعتزاز بمين؟ بالقبيله. وطبعا قلنا في الاول وفي الاخر النص ده عباره عن ايه؟ مرافعه ادبيه اعتمد فيها الشعر على التدليل المنطقي والاقناع العقلي. تمام؟ ده لو اتكلمنا عن النص ده كتطبيع على مين؟ على البلاغه. هذا على النص الاول. السلام عليكم.